طبعا تابعونا تابعونا، راح تنعاد التجربة بس هالمرة بغير طريقة، وهي طريقة تحميز الحاسة السادسة. تابعونا وشوفوا التفاصيل ويانا وشوفوا شنو اللي راح يصير. راح نجربها من 5 دقائق، نقسمها على 5 دقائق، كل دقيقة واحد. اختارينا 5 أماكن نجرب فيها التجارب. تابعونا وشاهدونا. هسه أنا مثل ما جاي تشاهدون المكان رقم 1 والمكان رقم 2 المكان رقم 3 المكان رقم 5 المكان رقم 4 وتابعونا بالتفاصيل. نقطة الانطلاق منا راح تبدي من هذا السهم، راح يشد عيونه انطلق منا، يسمع الصوت وين يتجه نحو الصوت إلى دقيقة، غير الدقيقة ما تابعونا.
التجربة؟ ها؟ وين رحت؟ وين طبيت؟ طلعت برا، رحتي رجعت هيك، انا طبيت جوا هناك شو تسوي؟ باي الظلمه باي الهمه، اجي افتر منه طبينا طبيت انا هنا بالظلمه، رجعت افتريت واجي هذا صغير هم برا دوخ العبي طوبه. ها؟ زين شو استفدت من هاي التجربه؟ هذا ماني من الفيديو. يعني انت برايك هسه الاحساس بهذا التمرين شنو اللي حسيته؟ إذا تتدرب على هذا التمرين ما تحتاج عيونك بعد، وأكو مرحلة بالنمزة حتى يشدون، يعني مو بس عيونهم يشدوها، يشدون عيونهم ويتركون خشومهم وإدانتهم قطن حتى لا يشتم ولا يسمع، يعتمد بس على حاسة اللمس. عرفت شلون؟ تحياتي للجميع وتابعونا وباي باي. شكراً.